الشباب وشراكم ان شاء الله تكونوا قاعدتك بخير. اليوم جبت لكم وصفه تاع دي بات تاكلياتيل شامبينيون وصوص روكفور، يعني تاع نقدر نقولوا طبق ايطالي. وديرت معاهم دي ستيك، اللي دائما يدمونديو لي الوصفه تاع لي ستيك كيفاش ديري لاصوص. اروحوا معايا نوري لكم المكونات والطريقه اللي ديروا بها هاد المكرونه. المكونات اللي نستعملوها المكرونه بالصوص روكفور هي: اول شيء انا اخترت هاد النوع تاغلياتيل، هادو اللي بيوض عاديين، وهادو اللي اللون اخضر دايرينهم بنكهه سبينيتش يعني السبانخ، ومتوفرين اكيد في كل المحلات. وعندنا شامبينيون، وعندي كريم فريش، زبده، فصيصتين ثوم، وطبعا الجبنه تاع روكفور، نسحق ملعقه تاع موتارد، ملح وفلفل اسود، ونستعمل المعدنوس اللي يجي هكذا بيرسيل ساش، يعني تاع يجي هكذا على شكل ناشفك، وسيبولات نفس الشيء، وهذا ورق الريحان نستعمله من الاخير. وراح ندير معاهم دي ستيك. دائما يسالوني البنات يقولوا لي الطريقه اللي ديري بها لي ستيك تاعك، يعني تعجبهم بزاف الصفحات تاعي. الوغ اليوم قررت نوريكم الطريقه. هادو هما كل المكونات، اروحوا معايا نوريكم الطريقه. اول شيء نحط الزبده تاعنا، هكذا ندوب الزبده تاعنا، ونزيد لها شويه تاع زيت زيتون، شويه يعني تاع الذوق تاعو ما كاش مطلوب. نحط الفطر تاعنا شامبينيون، ونزيد لهم الفصيصات تاع الثوم، على نضيف شويه تاع الليمون، هنا ملعقه تاع الموتارد، الملح شويه برك باسكو الروكفور بزاف قاصح، والبنات تقدروا تستغناو على الروكفور، يعني اذا تحبوا صوص بيضه تقدروا ديروها هكذا صوص بلونش، تقدروا في عوض تانيك شامبينيون تقدروا ديروا البولي بلوند بولي، وفي عوض معناتها مام لو كان ديروا الشامبينيون تقدروا ديروا معاهم البولي وتستغناو على الروكفور. بصح اليوم الوصفه تاعنا هي صوص روكفور. نقلوا الشامبينيون تاعنا مليح، فوالا. بعد ما تقلاو عندنا لي شامبينيون، نضيف لهم الروكفور هاك، فوالا نزيد كميه قليله هكا شويه، ونضيف لاكريم فخيش ديالنا. ونحط فوقها الاعشاب اللي قلت لكم عليها، انا خيرت سيبولات والبيرسيل هذاك ساش. فوالا شوفوا شوفوا يا البنات،
Voilà. هذه هي الصلصة تاعنا. انا نزيد لها، ننصحكم كاين اللي يزيدوا شويه حليب، الحليب مع الكريم فريش ما ينشفها بزاف، ننصحكم زيدوا لها شويه ماء هكذا. فوالا نزيد لها هذه الكميه لانه راح نوريكم واش راح ندير انا من بعد. فوالا هكذا ونغلقوا عليها. لمدة 10 دقائق ولا حسب، ونرجع لكم بعدين. بعد ما تكون جهزت لاصوص ديالنا ابو كاع المكونات، نحط المكرونة ديالنا. انا اخترت تاغلياتيل، وانتو تقدروا تختاروا اي نوع. انا حطيته بلا ما نطيبه، يعني بلا ما نغليهم في الماء، حطيتهم ديريكت في لاصوص هكذا. نغلق عليهم مدة 5 دقائق حتى ينفتحوا، وفي نار تكون هادية، ونرجع لكم بعدين. فوالا شوفوا التاغلياتيل تاعنا كي حطيناها بعد 5 دقائق هكذاك، 5 دقائق حتى 10 دقائق حسب النوعية تاع المكرونة ديالكم، صارت تنفتح وحدها في لاصوص. اللي درناها نزيدو شويه تاع الماء، ديرو فنجان تاع لاتاي هاك، وخلوها دوك طيب. باب المكرونه ديالنا صارت جاهزه، فوالا. وتوجور لازم تخلو كمية تاع لاصوص، باسكو بعد ما تبرد الباستا تعرفو 10 دقايق ولا 15 دقيقة، يعني تقدر تشرب كاع لاصوص ديالها. من الأفضل توجور تخلو كمية من الصوص. هاي طابت ولا أروع، يعني من غير ما تغلوها ولا شي، تحطوها ديريكت في لاصوص. أرواحوا معايا نوريلكم طريقة التقديم. باب نوريلكم طريقة التقديم. ناخدو لي بات تاعنا هاك هكدا، فوالا. نزيدو نفس يعني تاع فوالا. هادو هما لي باتانا، ونضيف كيما قلت لكم ورق الريحان، ونضيف لها شويه بارميزان والبيرسيل. هاوليك هادي هي فوالا البلا تاعنا، ولا في المطاعم. جيني السؤال يقولوا لي كيفاش ديري لاصوص تاع الستيك ديالك. اول شيء انا ندير الملح، الفلفل الاسود انا حطيت من قبل، ونزيد ندير الملح. فوالا نسخن المقلات، هاي سخونه دوك. ناخذ الستاك ديالنا ونحطوهم هكا، حطيتهم يتقلاو هاك هكدا، نخلوهم يطيبو مليح من الطرفين، لانه هذا سيلون ستاك، يعني ما يسحقش بزاف، نوعية مليحة من ستاك ما يسحقش بزاف طياب. نولي ليكم بعدين. بعد ما صار عندنا ستاك جاهز، نحيه
نحطه في الصحن. فوالا نحطه بهذه الطريقة. فوالا ناخذ شوية زبدة نحطه في هاك هاك ونحط الكمية شوية هكذا تاع الماء هكذا. مام هادية تقدروا تستعملوها بوغ بابيوري. فوالا شوفوا هادي لاصوص اللي ضلوا تسقسوني عليها. وهامل الكليستاك تاعي كيما مرفوين تشوفوهم في الصورة. واروحوا معايا نوريلكم طريقة تقديم تاع لي بات صوص روكفور ودي ستيك. رانا وليلة هاي ليك النتيجة تاع لي بات واروحوا ندوقوهم مع بعض. فوالا ناخدو ملعقة هاك نديرو فيها لي بات تاعنا هاك هاك. بنة ولا أروع، جربوها البنات وأكيد راح تعجبكم. واروحوا نولي لكم صوص روكفور كيفاش تحطوها فوق الستيك. فوالا ومن الاخير نقول لكم اذا عجبتكم الوصفه اعملوا لي جيم وشاركوني في قناتي ومع فازو دايما جديد.